ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لم تفلح وزارة الفلاحة ومكتب السلامة الصحية أونسا الذي تشرف عليه في مساعدة وإنقاذ سكان دواوير تابعة لإقليم سيدي إفني وقلميمة من أسراب الحشرات التي غزت حقولهم قبل أن يساهم الحجر الصحي في تكاثرها حتى بدأت تهدد السكان وجعلت كثيرين يفكرون في الهجرة. وكشف الحسين شهيب عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن حوالي 90,000 هكتار تعاني تهديد الحشرة القرمزية، مشيرا إلى أن الخطر أكبر في حوالي 50,000 هكتار من الحقول المتلاصقة فيما بينها. وأوضح رئيس الفرع المحلي بالسمارة أن تدخلات وزارة الفلاحة والمكتب محتشمة وسطحية وأبانت عن فشلها ما دامت أغلب الحقول مصابة، مشيرا إلى أنه في الأشهر الأخيرة في ظل الحجر الصحي ظهرت أسراب ذكور الحشرة في جماعة تارقا والزاي في إقليم قلميم، وهو ما يستدعي استعجال تدخل الوزارة والحكومة والمعنيين لإنقاذ المنطقة وساكنتها الذين يتخوفون من تداعيات الكارثة على البيئة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. ويؤكد الفاعلون الجمعويون على أنهم يواجهون الحشرة لوحدهم في ظل غياب أي مساعدة من وزارة الفلاحة، كما لفتوا إلى أن الموارد المستعملة لمحاربة الحشرة القرمزية من قبل أونسا الغازوال البنزين الجافي الصابون البلدي لها انعكاسات بيئية وصحية على المنتوج والطبيعة والإنسان. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.